هذا الذي يجري الآن هناك، هذا فالشيء يندى له جبين الإنسانية، فالشيء مؤلم جدا. دعنا من كل الأمور الأخرى، هناك نساء وأطفال وشيوخ وعجزة يقتلون بهذه الوحشية وبهذه الطريقة. هذا لا يمكن لأي إنسان مهما كان، إذا كان يملك ذرة من الإنسانية، ذرة من الإنسانية، أن لا يتأثر بهذا، وأن لا يرفع صوته عاليا في مقام الاستنكار والتنديد بهذا. لكنه بالرغم من هذه المأساة التي تحصل والتي استمرت لأيام طويلة وعديدة، والله يعلم إلى أنه متى تنتهي، مع ذلك نجد أن العالم ساكت متفرج، ماخذ موقف المتفرج على هذه الأحداث. والمتفرج ليس هو فقط الدول الكذا والكذا، لا، حتى دولنا، حتى الدول العربية، الدول الإسلامية متفرجة في الحقيقة. الصراخ والتنديد والكذا هذا لا ينفع شيئا. ماذا يصنع هذا الصراخ؟ التهديد والوعيد والرعيد والكذا لا ينفع شيئا. صرخ من الآن إلى أيام، هذا ما يغير من الواقع شيء، لا يقلل من عدد الضحايا، ولا يوقف هذا النزيف الرهيب الذي يحدث الآن. الذي يوقف هذا هو العمل، الذي يوقف هذا كله هو العمل. الوقوف، موقف المتفرج من قبل هذه الدول، سيسجل في صحائفهم، سيسجله التاريخ عليهم أنه حدثت هذه المأساة بهذا الشكل في زمان أنتم مسلطون فيه على رقاب الناس ولم تصنعوا شيئا. لا أنكر أن بعضهم قد هو في داخله، بعضهم قد في داخله يريد أن يساهم، يريد أن يساعد، لكن لا يقدر، لا يتمكن. تملكهم الخوف، تملكهم الخوف من الدول العظمى والدول الكبرى. وهذه النتيجة التي وصلوا إليها هي لها مقدمات ولها أسباب جرت تدريجا إلى وصلوا إلى هذه النتيجة. لو كنا أحكمنا الأمور من البداية، أحكموا الأمور من البداية لما وصلوا إلى هذه النتيجة. لكن هم دائما في ضعف وفي إطاعة للآخرين وتمرير للقضايا، ترجيح جانب السلم على غيره، هم وصلوا إلى هذه النتيجة. وإلا لو لم يكونوا هكذا لما وصلوا إلى هذه النتيجة التي أصبحوا فيها عاجزين عن أن يفعلوا شيئا. واقعا سعنا بيننا وبين أنفسنا، إذا أردنا أن نقول أنه فلان دولة ماذا تستطيع أن تفعل الآن؟ عاجزة، لا يمكنها أن تفعل شيئا. لكن هذه الوصول إلى هذه المرحلة كان بسببهم، بسبب تقصيرهم، أنهم ما بنوا دولهم، ما بنوا أوطانهم بناء صحيح، ما تعاملوا مع الدول الكبرى تعامل ند للند كما ينبغي أن يكون، فوصلوا إلى هذه النتيجة، وهم الذين يتحملون هذه المسؤولية. ونحن ما علينا إلا أن ندعو ونبتهل إلى الله سبحانه وتعالى أن يفرج عن هؤلاء النساء والضعف والعجز وهذه الأمور التي تحدث مما يشيب لها رأس الإنسان حقيقة. الله سبحانه وتعالى هو رؤوف بعباده، لطيف بعباده، نسأل الله أن يرأف بهم وبنا.